السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيش حالكم؟ عساكم بخير. اليوم حبيت أخبركم عن المنتج هذا اللي هو الوايرلس RGB Charger Mousepad، واللي هو يجينا من شركة كاملتك. اسم المنتج دونز كاربت، يتوفر باللونين الأبيض والأسود. شو مزايا هذا الماوسباد؟ أول شيء ووتر بروف، مقاوم للماء، معناته اذا انشب عليه ماء او عصير او اي من السوائل ما يمتصه ولا يتشربه، يتم على سطحه وتقدر تمسحه باي ماده جافه. مقاوم للانزلاق، معناته ما بيكون في اي سليبري للماوس وانه يتزحلق على ايدك او يدرفت مثل ما يقولون. شاحن لاسلكي والوان RGB. شو مواصفاته؟ اول شيء الانبوت اللي هو 5 فولت، او مثل ما نقول وصلة المايكرو USB تشبكها بالكمبيوتر دايركتلي. الاوتبوت 5 واط، اي ويا كيبل مايكرو USB بطول 1.8 متر. حجم الماوس باد 800 × 300 ملم، اللي هو 80 سنتي × 30 سنتي. خلونا نفتحه مع بعض. اينا بهالطريقة، طبعا انا اخترت اللون الابيض. هذا محتويات البوكس، وهني داخل موجود الواير، هذا اللي هو الماوس باد، هذا على جهة اليسار، هذا زر تبديل الألوان، هذا زر الشحن اللاسلكي، وهذا شعار الشركة. مثل ما قلت لكم يتوفر باللونين الأبيض والأسود. خلونا نشغله مع بعض ونشوف مواصفاته. اول شيء بنسويه بنوصل واير المايكرو USB بالفتحه المخصصه له. مثل ما تشوفون اول ما شبكناه تلون الاطار الخارجي بالالوان المختلفه. هذا هو زر تبديل الالوان. تقريبا 7 أو 8 ألوان، ولو خليته ثابت راح يتغير مع الوقت. في الختام احب اقول ان بعد استخدامي لهذا الماوس باد انه واحد من اجمل واريح الماوس بادات اللي انا استخدمتها، من ناحية الحجم، من ناحية الملمس، وايضا من ناحية سلاسة وحركة الماوس عليه. السلبية الوحيدة اللي ما عجبتني في الماوس باد هذا يمكن الخياطة، حسيتها ما كانت مناسبة او ما كانت بالكواليتي العالي اللي انا توقعته. سعر الماوس باد هذا 199 درهم،